أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أنا شاب التزمت ورافقت أناسا يقال لهم الأحباب وقيل لي يقول أنا شاب التزمت ورافقت أناسا يقال فيهم أو لهم الأحباب. أحباب الأحباب بالباء إي نعم أو الأحباش الأحباب نعم. وقيل لي إنهم جماعة التبليغ وأنا جديد بالالتزام وأريد من الله ثم منكم إرشادي إلى الطريق الصحيح وإخباري ما يثبت أن الأحباب هم جماعة التبليغ. نعم نقول لك اتبع الجماعة التي على الحق وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه البلاد ولله الحمد كلها جماعة واحدة، هذه البلاد كلها جماعة واحدة على التوحيد وعلى الدعوة الصحيحة، ما فيها جماعات أحباب وما أدراك ما أحباب وكذا وكذا، هذه نشأت هذه البلاد على دعوة واحدة وعلى منهج واحد، حكامها ومحكوموها ولله الحمد كلهم على هذا المنهج، ولا نقبل أن تدخل علينا مناهج أخرى تبليغ ولا غير تبليغ ولا نضيع الدعوة التي نحن عليها والمنهج الصحيح الذي نحن عليه ونجلب مناهج أخرى إلى بلادنا، هذا من الكفر بالنعمة، وهذا من تمكين المناهج المخالفة لأن تنتشر عندنا، نحن لا نقبل هذه الأشياء. نعم.